ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا لفقرة الطبية، ومن الشكاوى المشتركة بين شريحة كبيرة للناس هي ظهور البطن أو الكرش زي ما هو مشهور كتير عند الرجال أو السيدات في منطقة البطن. وللأسف المشكلة دي بتضايق أغلبنا، وده لأن ممكن يكون الشخص جسمه كويس بس عنده بطن بتخلي شكله شوية في اللبس مش أحسن حاجة. فإحنا النهاردة في فقرتنا هنتكلم أكتر عن إيه أسباب ظهور البطن أو الكرش عند الرجال، وإزاي نتخلص منها، وكمان إزاي نخس بشكل صحي. وكل ده وأكتر مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو النهاردة، دكتور ريهام العراقي مشرفاني النهارده اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا ريم. اهلا يا شيخه. انت النهارده بتشجع الاهلي جامد قوي. انا اهلي حتى النخاع. حبيبه قلبي، تحيه لكل اهل اسكندريه عشان انت جميله واسكندرانيه ومنورانا بجد النهارده. ميرسي جدا. الموضوع بتاع الكرش والبطن سواء بقى للرجال او للبنات، يعني واحد يبقى كويس كده يبقى حته بطن صغيره كده. والله عايزين نقول بجد ايه الاسباب اللي ممكن تكون احنا بنتسبب في ظهور البطن دي او الكرش عند الرجال، ويعني عشان نتفاداها قولي لنا في اسباب احنا اكيد بنغلط حاجات فادحه في حياتنا. قولي لنا بقى عشان نبدا الناس تعرف يبقى يعني اوير بيها اكتر. طيب هو عامه اسباب تخزين دهون في البطن انه انا يطلع لي بطن او يطلع لي كرش المسمى الدارج بتاعه سواء عند الستات او عند الرجاله، اغلبيه الاسباب كلها واحده، الستات بس هتختلف في حاجات احنا هنقولها. فاول حاجه انه ده يكون جيناتكس، هو معتمد على طبيعه جسمي انا ووراثتي انا، انا جسمي بيخزن دهون في المنطقه دي اكتر حاجه، عيلتي عندها الهيستوري ده، فده دي حاجه يعني انا ماليش تدخل فيها. أوكي. دي طبيعه الجسم. تاني حاجة طبعا طريقة الأكل الغلط. احنا اتكلمنا عن السكر وقلنا ان السكر برضو بيعمل مشاكل كتير قوي، سبيشالي بيخزن الدهون في منطقة البطن. في دراسة اتعملت، عملوا بحث كده زي هو ليه انا مثلا ممكن تكون طبيعة جسمي ما بتخزنش دهون في البطن ولاقي ان انا عندي تخزين دهون في البطن كتير عن باقي جسمي. لقوا انه في هرمونين متحكمين في القصة دي. هرمون الاولاني الانسولين اللي هو هرمون تخزين دهون في الجسم اللي هو بيظهر في الجسم او بيعلى لما يكون في اي حاجه سكر داخل. طبعا لما بيعلى قوي بيبقى الحرق عندي في اقل معدلاته وتخزين الدهون عندي بالذات في منطقه البطن بيبقى اعلى حاجه. بيعلى قوي من ايه؟ من السكر الابيض والزي الابيض والمشتقات بتاعته. تمام. فلو حد اغلب اكله كده حتى لو بيعمل دايت، في ناس خلي بالك بتعمل دايت بتقلل سعرات وتقول ايه يعني مش مهم ما انا هاكل الاكل العادي وهاكل عيش ابيض وهشرب مشروبات غازيه بس انا مقلل السعرات فكده كده هخس. فهيلاقي كل حاجه في جسمه بتخس الا البطن. فدي حاجه برده لازم الناس تاخد بالها. ملحوظه مهمه. بالظبط. فانا دلوقتي عندي برده السيدنتري لايف اللي انا فيها او طريقه اكلي اللي مش مظبوطه او اعتمادي على حاجات هي السبب في تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن. الهرمون التاني يعني مش مواعيد الاكل مثلا غلط؟ لا مش مواعيد نوعيه الاكل. نوعيه الاكل كويس والكميه جدا. وكمل. لان انا كل ما باكل اكتر من احتياجاتي كل ما ده بيتخزن دهون. مش شرب الميه في وسط الاكل ومش الحاجات الخضار. لا طبعا بالعكس، ده شرب الميه في وسط الاكل ما بيخليش يبقى فيه كرش، يعني بيقلل الانتفاخ اللي بيحصل وبيحسن الحركه بتاعه المعده والامعاء، فدي حاجه خرافه. خرافه بالظبط كده. الهرمون الثاني هو هرمون الكورتيزول. أوكي. باللام. أيوة. كورتيزول ده بيزيد من ايه؟ من الاسترس. اي استرس الجسم بيتعرض له سواء ذهني بدني نفسي، سهر ده بيعتبر استرس، بيخلي برده الجسم يخزن دهون في منطقه البطن. فانا لو مظبط الهرمونين دول بالحاجات اللي مطلوبه مني ان انا المفروض اعملها، ولو ده مش جيناتكس يبقى انا الدهون بتاعه البطن بتاعتي هتختفي تماما مش هتبقى موجوده. كويس. في حاجه بقى عند الستات اكتر اللي هي الهرمونز بتاعتنا. ايوه احنا عندنا استروجين، والاستروجين اصلا هرمون تخزين دهون في الجسم فبيخلي نسبه الدهون عندنا اعلى، فبيخلي الستات دول والله يعني فبيخلي والله هم جمال بس ومظلومين. جمال ومظلومين. الرجاله دول واخدين حقهم حتى في الكرش يعني. لا بس الستات دلوقتي واخده حقها برضه. لا ما احنا ماشي انا مع الومن امباورمنت بقى. لا انا زيك بالظبط، بس انا اقصد انه دايما يقول جيناتكس وجسم وهرمونز والحاجات دي احنا صراحه لا بس احنا الدنيا بتفرق. عندنا بيبقى عندنا مشاكل كتير اكتر بتاثر علينا وعلى جسمنا. فالاستروجين دي حاجه لوحدها. الحاجه الثانيه لو انا عندي بقى ايه تكيسات مبايض. اوكي دي مشكله.
كده برضو بتعاني منها على فكره بنات طبعا. قبل السيدات بالظبط. ودلوقتي ما بقاش ليها عمر دلوقتي. أيوة. ممكن يكونوا لسه تين ايجرز او لسه في مرحله بلوغ وعندهم المشكله دي برضو بسبب اللايف ستايل الغلط. فحتى لو هي رفيعه مش عايزه تخس ولا اي حاجه هتلاقي ان هي عندها بروز بالذات في البطن السفليه اللي تحت شويه. فدي كلها اسباب انا لو صلحتها هلاقي ان انا موضوع البطن ده ما بقاش موجود عندي خالص. كويس جدا. طيب قولي لنا بقى انا دلوقتي عايزه يعني اخد كده خطوات مظبوطه. وفي ناس كتير ما بتلجاش يعني للدايت القاسي قوي ما تقدرش تروح تتابع مع دكاتره التغذيه وبتبقى عايزه توصل لحل مرضي خطوه بتبقى تقيله شويه وحاجه ما تحرمنيش. صح. طب قولي لي بقى حل بجد يعني يتناسب مع حياتنا ان بجد بقى اللايف ستايل سريع قوي وبقينا يعني من الصبح لبالليل الناس بتشتغل وبتور في الحياه فاحنا عايزين نراعي الناس دي والناس دي من حقها انها تبقى مبسوطه بشكل جسمها برضو. صح مظبوط. فنعمل ايه بقى يا دكتور؟ طيب جنب خطوات احنا المفروض نتبعها يعني هابتس او عادات جنب ان احنا نكون عادات بس طبعا العادات دي بتاخد مننا وقت عشان تبقى لايف ستايل فالناس دايما بتبقى بالظبط. ما هو لازم نحاول ما هو ده الاساس عندي عشان كده انا بدات بيه. الاساس عندي ان انا ابني عادات غذائيه مظبوطه ما تخلينيش عندي مشاكل ممكن تحصل لي سواء صحيا سواء في شكل جسمي. كويس. بس العادات دايما بتاخد وقت فاحنا بنبقى عايزين البوش اللي في الاول دي اللي هي الدفعه اللي تحركني او تخلي النتائج بتاعتي اسرع شويه. عشان كده لازم بالذات في موضوع لو انا عندي البطن مضايقاني اعتمد شويه على منتجات طبيعيه تحفز معايا الموضوع ده شويه وفي نفس الوقت تخلي لي اكل السكريات والنشويات اللي هو اغلب اكلي منه اللي هو السبب الرئيسي في دهون البطن تخليني بعرف اكل منه بس مش محروم. كويس. زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هو بيستا منتج طبيعي امن لكل الاعمار ولاي حد عنده مشاكل صحيه وزي ما بيقولوا كده هو عامل مساعد كبير قوي في ان انا مش بس الدهون بتاعه البطن عندي تروح لا ده انا كمان السبب او المشكله اللي هي بتخليني اكل اكتر وباكل سكر ابيض ودي ابيض تروح وانا مش واخد بالي. ليه بقى؟ لانه انا عندي ثلاث مكونات مهمين قوي. اول حاجه فيهم واشهرهم هي الالياف اللي احنا ما بنقدرش ناخدها من الاكل بتاعنا بكميه كبيره او من الخضار والفاكهه لان احنا برضو بننسى الحاجات دي شويه. فهو بيديها لي بتركيز عالي تركيز 6 جرام. سعراتها بتبقى اعلى يا دكتور؟ اعلى طبعا من ما هي موجوده في المنتج ده. في الخضار والحاجات الورقيات السعرات قليله بس انا ما بقدرش اكل منها كتير بس في الحبوب الكامله والبقوليات والحاجات دي ما طبعا ما انا بحسب بشوف فيها قد ايه جرام الياف بالنسبه لقد ايه جرام سكر او كربوهيدرات. فبلاقي ان انا عندي سعرات كتير في الاخر عشان في الاخر اخد 5 جرام الياف انا اصلا مديهم لك في برودكت يا دوب مش محصل 20 كالوري. حلو قوي. فاهمه؟ فالالياف دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه معدتي تاخد حيز كبير فتملى المعده فتخليني ما عنديش كريفنج تخليني بقدر اكل كل حاجه انا نفسي فيها بس بكميه قليله اللي هي ما تضرنيش ولا تسبب لي زياده في الوزن. تتحكم لي في الشراهه بتاعه الاكل عامه. عشان في ناس فعلا بتبقى عندها الموضوع ده قوي. بالظبط. زي ما قلنا الموضوع بتاع انا بجوع بالليل او باكل بالليل دي برضو بتبقى معتمده على يعني طريقة الأكل نفسها على مدار اليوم غلط. فأنا برضو ممكن إن أنا بيستا يساعدني في ده. أنا دلوقتي مش جعان بس عندي كريفنج عندي شره أقدر إن أنا أخده عادي هيخلص لي المشكلة دي مع المواظبة عليها أحس إن أنا أصلا ما كانتش موجودة عندي. وده ممكن أخده عادي كل ما أحس إحساس إني جعانة كل ما أحس إن أنا الموضوع ده قوي مش جعانة عندي كريفنج لأن أنا لو جعان هاكل. ما هو ده برضو بيختلط عن الناس. ما أنا لازم أفهم هو أنا جعان ولا أنا بكريف. جعان يعني معناها ان انا بطني بتدي اشارات لمخي ان هي بتمغص انا عايز اكل او طاقتي فديت خلاص. تمام. فده ساعتها جعان محتاج اكل. لكن انا لو لسه اكل وبعد ما خلصت انا بفكر في الاكل وحاسس ان انا عايز اكل تاني او مثلا ما عداش على الوجبه بتاعتي ساعه او شفت حاجه مثلا الحاجه دي ودتني لان انا بتخيل شكل الطبق لا ده كريفنج ساعتها هاخد بيستا. أوكي. هيخلي لي اصلا المشكله دي مش موجوده عندي. الحاجه الثانيه اللي موجوده فيها هو الكروميوم. الكروميوم معدن مهم قوي في حرق النشويات وتظبيط حساسيه الانسولين للبنات برضو اللي عندها تكيسات دايما بيبقى عندها مقاومه انسولين. طبعا. فده هيساعدها برضو ان السكر يتظبط والانسولين يتظبط وبالتالي الدهون بتاعه البطن بتاعتها بالتدريج مع العلاج بتاعها هيقل. الحاجه الثالثه اللي موجوده هو فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا عشان المناعه وعشان بشرتي
بس مهم كمان عشان حرق الدهون. ودي بقى معلومه كانت رائعه لما بالظبط. يعني كل الدراسات الحديثه لقت ان هو ليه دور في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون او في اكسده الدهون ان هي تبقى طاقه بالنسبه لي. فانا بحرق دهون، بركز على الدهون بتاعه البطن عشان بظبط الانسولين، في نفس الوقت بقلل الشهيه بتاعتي وبقلل الكريفنج بتاعي اللي هو اصلا السبب في المشكله دي، بمنتج طبيعي امن مصرح ومرخص من وزاره الصحه وموجود طبعا في كل الصيدليات. هايل جدا. طيب قولنا بقى ناخده، يعني ناخده ازاي قبل الاكل بقد ايه، وناخده مثلا كام وجبه في اليوم، ولا ده على حسب عدد الوجبات اللي انا باكلها في اليوم؟ ماشي. باخده امتى؟ باخده قبل الوجبه من ثلث ساعه لنص ساعه. باخده قد ايه؟ على حسب الهدف بتاعي. تمام. لو انا دلوقتي حد بينزل في الوزن يبقى انا باخد من مرتين لثلاث مرات. تمام. لو انا حد محافظ على لايف ستايل بتاعي بس معزوم، عندي كريفنج، خايف الخبط، خايف ازيد في الوزن، يبقى باخده عند الاحتياج. اوكي. لو انا مثلا عندي تكيسات مبايض ممكن اخده برده من مره لمرتين في اليوم عشان الكروميوم اللي موجود فيه، وعشان برضو لخبطه الهرمونات دي بتعمل لي كريفنج كبير. فهو هيساعدني كتير قوي في حل المشكله، جنب طبعا النظام الغذائي بتاعي وجنب الادويه بتاعتي. فكل حد على حسب الهدف بتاعه، بس الجرعه ريكومندد او الموصي بها ان احنا بناخد 2 في اليوم، ممكن نزود لثلاثه لو حد عايز يزيد في يخس في الوزن سوري بس عنده دهون زياده شويه. هايل جدا. طيب ممكن نشوف مع بعض كده يعني تقرير جنة عن حالة آية، وآية دي نوتة، فخلينا نشوف تجربتها إيه ونرجع لحضراتكم ونشارككم الأول نشوف كده الحالة أخبارها إيه. احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي. أنا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر أمشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص، كنت حاسة أنا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة إن أنا أمشي براحتي، بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزاه. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي إن هو يستخدم بيستا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. طبعا شفنا التقرير، هو واضح ان الطعم حلو، واضح ان هي خست شوية حلوين. دي حاجة مشكلة برضو الناس دايما بتبقى خايفة منها، من البرودكتس اللي بتتدوب في مية، لا طعمه وحش مش عارف. لا وممكن بس تكون متخيلة مش افكتيف قوي، مش هيبقى فعال قوي، بس انا ما شاء الله شايفاها لا هي خست كويس، يعني جسمها كان مليان بجد وهي خست شوية حلوين، يعني مع الانتظام طبعا عليه. مع الانتظام بالظبط. طيب هنسأل بقى سؤال مهم، طبعا يعني بسأله لك دايما بس انا طبعا لازم نقول عشان اصدقائنا اللي لسه مشاركين معانا. دايما البنات بتتأثر اكتر زي ما احنا اتفقنا بموضوع ان احنا ننزل او ان احنا ما ناكلش اكل كتير صحي او وجباتنا بتقل. صح. دايما اول حاجه بتتاثر شعرنا وبشرتنا بتجف قوي قوي، بنحس شويه بشحوب، ساعات في بعض البنات بيظهر لهم هالات تحت عينيهم، الضوافر بتتاثر، يا بتتشرخ يا بتتقصف، يعني ايا كان. صح. فاحنا نفسي دايما نقول لاصدقائنا حاجه تبقى نافعه ليهم ياخدوها قبل ما يحصل لهم ده. أوكي. بالذات البنات والسيدات. طيب. هي المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها السبب الرئيسي فيها هو نقص الفيتامينات والعناصر والمعادن اللي الجسم بيبقى محتاجها عشان الحاجات دي تبقى مظبوطة. كويس. دايما البنات بتعاني منها لانه البنات مش بتاخد كفايتها، البنات برضو الهرمونز بتاعتها بتأثر في كده، البنات دايما عندها شعر وعندها ضوافر، يعني في مظهر خارجي. صحيح. هي بتبقى مهتمة بيه أكتر، لكن احنا برضو المالتي فيتامين اللي احنا المفروض ناخده عشان يشيل لنا المشاكل دي بيبقى ليه دور اكبر من مظهر خارجي، بيبقى ليه دور في الحرق بتاعي والمناعه بتاعتي، زي الب مالتي فيت اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. احنا دايما حاطين مع بيستا كده الكورس بتاع الب مالتي فيت عشان يخلينا نتفادى اي مشاكل ممكن تحصل لي نتيجه ان انا بقلل الاكل بتاعي او مش باخد كميه كافيه من العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها. فدايما بدخل مالتي فيتامين معاه، والب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي بتحس
يحل لي كل المشاكل دي. قرص واحد مش هشيل هم بقى اخد 100 بالظبط. انا مش هعمل ده بقى لان هو فيه اكتر من 13 مينرال وفيتامينز موجودين، زي مثلا مجموعه بتاعه بي كومبلكس مهمه جدا عشان الاعصاب ومهمه جدا عشان الحرق بتاع جسمي، في كمان فيتامين سي مهم جدا بتركيز 500 ملي جرام عشان البشره بتاعتي وعشان الجلد بتاعي وعشان المناعه، في فيتامين اي وايه عشان برضو انتي اوكسيدنت او مضادات اكسده قويه جدا عشان المناعه وعشان المرونه. فيتامين اي مهم جدا للبنات بتشتكي من السيلوليت ان هو بيرطب الجلد او بيخلي المرونه بتاعه الجلد تبقى احسن كتير. في زنك عشان المناعه وعشان الشعر. انا عارفه ان هو الاعلى في الزنك مقارنه بفيتامينز اخرى. بالظبط يعني. هو وكمان برضو فيتامين سي في من اعلى التركيزات اللي موجوده حقيقي في ممتاز. 500 ده كويس جدا. بالظبط كده. كمان انا عندي بايتين عشان الشعر، عندي زنك عشان المناعه والشعر، وكمان الضوافر، عندي كابر، عندي كالسيوم، وعندي فوسفورس عشان صحه العظم بتاعي وصحه السنان بتاعتي، عندي فوليك اسيد عشان الحوامل. فانا هلاقي ان انا اخد كل حاجات كتير قوي اخدها في كبسوله واحده بس بتغنيني عن فيتامينز كتير قوي، وفي نفس الوقت بتحل لي مشاكل كتير من جوه ومن بره. هايل. طيب ده حلو ان احنا هو طبعا الجرعه برضو قرص واحد. قرص واحد صح كده في اليوم. مزبوط. لكل الاعمار من اول 18 سنه يقدروا ياخدوه عادي، بس احنا بناخد الكبسوله دي او التابلت دي بعد الوجبه. بعد الوجبه يعني وجبه كويس. رئيسيه احنا بناخدها بنستنى نص ساعه مثلا وناخد الكبسوله بتاعه البيستا ناخده قبل الوجبات. قبل الوجبات بتلت ساعه ونص او ساعة. نص ساعه من مرتين لثلاثه في اليوم. كويس جدا. طيب بالنسبه بقى للاي ال بي مالتي في، طبعا امراض اصحاب الامراض المزمنه يقدروا ياخدوه بشكل امن يعني سكر وكوليسترول وقلب يقدروا عادي؟ ما فيش اي مشكله خالص لان هو مكمل غذائي. معنى مكمل ان هو بيكمل لي نقص احتياجاتي من الفيتامينات والمعادن اللي هي اصلا مفيده للصحه بتاعتي، ودايما معظم الحاجات اللي موجوده دايما الناس عندها نقص فيها شديد، فهو بيساعدهم انه بالعكس انه انا لو عندي اي عرض ممكن يوصلني لمشكله معينه يبقى انا بحلها او ما بخليش ان انا اصلا عندي ريسك ان هي تحصل. طب ممكن نستمر عليه فتره قد ايه وبعدين نبطله، ولا ايه يعني نمشي عليه ازاي؟ بنمشي عليه 3 شهور متواصلين، بعد كده نوقف مثلا اسبوعين او شهر بالكتير ونرجع نمشي تاني 3 شهور، والاحسن ان احنا نفضل مواظبين عليه لفتره طويله لانه عامه الفيتامينز عشان تجيب نتيجه معايا بالذات في الشكل الخارجي بالظبط من 3 ل 6 شهور. فده الوقت اللي يدوب عشان انا يبان معايا ايفكت، فلازم بقى احافظ عليه بعديها ان انا افضل احافظ. انا ما اوقفش بقى الفيتامين لان انا لو وقفته انا هيحصل لي دروب بعد كام شهر. بالظبط. في ناس بتيجي تشتكي تقول ده انا خدت مثلا مالتي فيتامين مش عارفه لمده قد ايه بعد ما وقفته وشعري وقع تاني. ما هو طبيعي عشان انت النقص راجع لك تاني. صح. انا بديكي الجرعه، بظبط لك الجرعه، وبعدين بنعمل مينتيننس او بنواظب عليه عشان نصلح كل ده. فانت لما توقفي مره واحده مع طريقه اكلك الغلط هيرجع تاني الليفلز دي تقل، فهترجعي تعاني من المشكله دي تاني. فاحنا بنحاول نقننها يعني تبقى حاجه بتكمل النواقص اللي في جسمنا. بالزبط. بما اننا مش كل اكلنا يعني بيرفكت، ده حتى اللي مش عايز يخس، ده حتى اللي ما عندوش مشكله في البطن، حتى يعني البني ادمين العاديين يعني. بالظبط. احنا طريقه اكلنا اصلا معظمها غلط. صح. وحتى لو بنحاول ان احنا ناكل هيلثي شويه مش بنقدر برضو ناخد كميه العناصر والفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها من الاكل، فلازم اعتمد على مكمل غذائي زي الب مالتي فيت او مالتي فيتامين لاي هدف كان، انا مش لازم بس اكون عايزه اخس. طيب قول لنا بقى انا احصل عليه منين يا دكتور عشان اصدقائنا اللي في المحافظات برضو؟ طيب هو منتج مرخص من وزاره الصحه وموجود في كل الصيدليات، نقدر ان احنا نطلبه عادي من الصيدليه، ونقدر برضو ان احنا ندخل على الفيسبوك بيج بتاعه بايو بيستا هنلاقي ارقام تليفونات نقدر ان احنا نتواصل معاها، ممكن نسيب الاسئله بتاعتنا ونقدر برضو نتابع كمان مع مختصين لو في اي اسئله معينه على البرودكت، و نشوف ايه اقرب مكان لينا. احنا طبعا بنوجههم لاقرب مكان ليهم ان هم يقدروا يشتروا من بيستا والب مالتي فيت طبعا. طيب ده هايل جدا. خليني يعني اقول النصيحه الاخيره منك لكل البنات والرجال اللي عندهم بطن، تقول لهم ايه؟ النصيحه هو الهيلثي لايف ستايل، نحاول نقنن ان انا يبقى عندي بالظبط ان انا يبقى عندي نظام حياه متوازن صحي
باكل فيه 80% الاكل بتاعي صحي والكميات بتاعتي مظبوطه، اقدر ان انا 20% لو نفسي في حاجه عشان ما احسش بالحرمان، عشان كل ما هحس ان انا محروم كل ما هيبقى عندي رغبه اكتر. وطبعا مع النظام الغذائي بتاعي اتبع بيستا وقلب مالتي فيت عشان ان انا ازق النتائج بتاعتي شويه واسرعها اكتر، وفي نفس الوقت احافظ على شكل جسمي وصحتي. حبيبتي انا بشكرك جدا دكتور ريهام بجد، اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور ريهام العراقي، بجد شرفتيني ونورتيني. شكرا جدا. وبشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعه وعلى الثقه الغاليه، وان شاء الله نجاوب على كل اسئلتكم سواء من خلال من خلال الصفحه بتاعه الشركه بايو بيستا او باي ناتشرال على المالتي فيت اللي انتم عايزين تسالوا عليه، او من خلال صفحتي الشخصيه. اهلا وسهلا بيكم. طبعا الوقت بيخلص بسرعه، واسمحوا لنا في نهايه الحلقه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.